يبين انه شارب. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحي له، يمكن ما معهوش شرشر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فديت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقه، واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير، وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح، وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فك الجسم. يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب. واحد اثنين ثلاثة اربعة. فكرك هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا. يلا نرجع. واحد اثنين ثلاثة هوب. واحد اثنين ثلاثة اربعة. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر، ها؟ كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه، بس المطلعه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متمرنين. سلام يا ولاد، هو انا ناقصاكوا على الارض؟ يلا نزلتوا؟ نقسم التمرين ده على السباحة. يلا 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 يلا. اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا؟ بنغم في الاسفلت. يلا واحد ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أنا فك الجسم كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضلة اللي هنا اللي في الخد ده. الخد ده فيه عضلة لما تتكبس كده تفك. يلا واحد اثنين ثلاثة هوبا. واحد اثنين ثلاثة هوبا. أسمع القلم. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة هوبا. يلا 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 يلا. فكوا. يلا تمرين اللسان. اللسان مش للراضي وخلاص، ودي قالت ودي عادت، ها؟ فك عضلة اللسان. انا جريء يا ام فاروق. ايه يا ست، انت مستولي على الثغرة؟ انا هقول ما الغش معاك. جريء يا ولادي، مسكلع الواحدة في السجن ليه؟ ولا واحدة بلا قايمة، انا دماغي واقعة على سلام. لا ده انا لسه لاعبة رياضة وعندي باور. انا يهمني الرياضة ولا الرياضة، ما يخشش على الكلام ده. حقلب القلب يا ام فاروق. قول الناس عشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه عشان نوح. عشان نوح. عشان نوح. عشان نوح. تعرف اسمي اللي لك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني، قلت لك هجوزك. يا بنت الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا، بس انت. لا دي عايزه رواقه. دي عايزه بس شوفت ايه؟ منك يا حلو. قمر. انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خلانوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات، بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. هز المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفرخه ماشيه عالجدار ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده وما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا ست، ايدك يا استاذ، مديله لو سمحت. حاضر، بص مديله. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياح ياح تاني.
في ايه؟ تحت باطي بيقوم علي فجأة ولازم يقوم دلوقتي؟ مقوموش انا عايزك لوحدك مستعجلني ايه؟ يا عم جاي كتير هنقعد وعايزين يا راجل اتوكس يلا طب بعد اذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم يلا هذا احنا بقينا لوحدنا بلاوي يا ليل العين البلاوي احنا مش هننفع نتجوز ليه؟ انا خايف عليك في ايه؟ انا متجوزه من تحت اه من تحت الارض متجوزه اتنين واحد في جنوب افريقيا في جنوب افريقيا طيب يعني بيسافروا يعني هنفضل دول طيبين مفيش منهم خوف انا خايفه من التالت وده منين؟ من جنوب افريقيا الله وانت واخده توكيل جنوب افريقيا خايف عليك يا زوجة الله 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 انت جيت على السيره يا احدب احدب؟ لا يتجوزني ايه وانا ناقصه رجاله ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها تبوته؟ اه بوته لكن ايه اللي عملته لا؟ ايوه ايه اللي عملته لا؟ لا يا احدب انا اللي هقف لا 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 يا ولد يا واد سيب البنطلون يا نهار اسود يا سياده المأمور يا سياده المأمور يا نهار اسود يا بابا شفت النسيبه اللي جات لي يا نقطه هيجوزونا ابويا انها هو انا لو خلفت يا نقطه الواد يبقى ابني واخويا انها يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة بابا يا لهوي يا هي هي ده ايه ده 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 يا لهوي يا هي هي ده ايه ده 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 ابويا عايز يتجوزني ابوك عايز يتجوزك شبكني بكني وهيجهزني شبكني بكني وهيجهزني يا لهوي يا خرابي يا ندبتي يا وجعتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي يا وجعتي قولولي ارفض انا ولا اقبل ابويا اصله ملوش مستقبل ملوش مستقبل ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا يا لهوي يا خرابي يا مسبتي يا وجعتي مكبوته افرح يا نسوان والنبي مالينا الا بعدينا خدنا ايه من الرجاله غير حلقه الدقن بالسلام على النبي نحن الناس وهنقطع الرجاله بالمره بالمره يسيبونا عشان مزه ما تسوى زي القرع يمدوا المره شايلين درتك يا اما هتعملي ايه النهارده ولا حاجه طب ما تيجي تخرجي معايا بالليل لا مش قادره تعبانه طيب يا ستي على راحتك لما اروح اكلمك باي هو اف على اليوم اركبي عايزك لا من الاخر هما جملتين لفند اللي اسمه تيمور ضحك عليك وعمل فيها خالتي نوسه عشان توافقوا على جوازه يا سلام مش مصدقاني روحي زوري حبيبه القلب مرمي في سجن النساء مش هوصلك؟ طب خد حق التاكس ازيك يا عمي؟ اهلا يا نهار يا بنتي ازيك؟ الحمد لله هو مفيش حد منهم هنا ولا ايه؟ مفيش حد منهم هنا انا مش عارف الولاد دول بيروحوا فين انا بقالي يومين ما شفتهمش خشي خشي استنيهم جوه يمكن يجوا دلوقتي طيب ميرسي قوي الهدوم دي بتاعت مين يا عم؟ دول بتوع تيمور طبعا اذنك اتفضلي يا حبيبتي ما تقلقش هيكون عندك في المعاد
انا عارف انه برنامج هوا. سلام. طب ما نبلغ عنه البوليس ونخلص. عاوز فضيحته تبقى على الهوا واللي ما يقدرش يتفرج. يا سلام، عايزنا نروح البرنامج اعترف اني دجال ونصاب. دجال واعتزال فيها ايه؟ ايوه ابطل ايه انا؟ هتقبض اللي انت عاوز. اخد خمس بواكي. هدفع. طيب تقول لي بقى هقول ايه هناك؟ الحقيقه الخاله نوسه هي تيمور وتيمور هو الخاله نوسه. اه عشان يتقبض عليه بتهمه النصب والاحتيال ويخلالك الجو مع نواف. ابن حلال. بالصف. انتظرونا على الهواء وحلقة خاصة عن الدجل والشعوذة ومفاجأة البرنامج حدود بشنتي خادم الخالة نوسة على الهواء مباشرة في هلا شو. يا حبيبي يا بقى انا ابني في سجن النساء يا كلاب. عمي عمي انت بتضربني انا بس يا عمي ما تضرب فوق. يا سلام وادي فوق. ايه يا عمي يا سلام ليه؟ فين الابرة بقى؟ والله لخيطكم في بعض يا كلاب. مين فيكم يا عارف هو اللي كان بيجي لما كان ابني؟ فودة. مين؟ فودة. فودة ده حتى صاير زيه. وصاير هو اللي عمل الماسك. انت عارف تعمل الماسك؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انا اللي كنت بنام. انا طب انت انت طب المهم هنعمل ايه في ايه؟ قدامي على سجن النساء فورا. يلا بسرعة. هو بشندي الكلب اللي قلبه. طب هتعمل ايه؟ لازم اخرج من هنا. تيمور انت عملت كل ده عشان تتجوزني؟ قول عشان ايه؟ ولازم الفرح يتم في ميعاده. انا عمري ما هسيبك ابدا. على فكره انا فصلت في سن الفرح. الف بركه. الفرح حلو وفرح. قول لامك ان شاء الله هيك. لو ما عرفتي ساقي شيلوا لي علبه الجاتوه بتاعتي. ها اوعي تنسي ان شاء الله. يا خاله. اه يا حبيبتي عايزينك. ايه طب انا هستاذن بقى. عايزه حاجه؟ لا ميرسي. معاكي فلوس يا بنت؟ اه معايا. تاخدي حق الميكروباص؟ لا ميرسي يا خاله. طب انا كمان معيش فلوس. يلا باي باي. يلا زيارة خلتك بطاقات سراب هيعدموها بكرة امك ان شاء الله. يا بنت هات الصورة بقى. طيب يا خالد. كده تمام. عريسك عندي يا بنت. نبي يا خالة. اه طب عايز اشوف. عشان انت حبيبتي. حبيبتي اخليك تسمعي صوته. نبي. ايوه. طب بس غمضي عينك او اتفتحي من غير ما اقول لك. السلام عليكم يا خالتي. ازيك يا حبيبي؟ عروستك اللي قلت لك عليها. الله دي حلوه قوي يا خالتي. والنبي بوسها. يا انت بوسي ايه عيب بلاش اللي اتقدم. خليه بوسي يا خاله. يخرب بيتك ده انت طلعت فيكحه. طب يلا واد بسرعه. حنيني يخرب بيتك وانت هتولعي فينا. انا قايله لك فتحي فتحي. طب خلاص هغمض اهو. لا تغمضي ايه خلاص. استنى علينا جمعتين بقى. هو صايع بيجي في اي وقت. وإن شاء الله هتتجوزي وهتتطلقي في قلبك كده. الله الله الله. انت هامري يا ولية ولا ايه؟ انت ماشي في خط؟ هو انا خليك. اروح كده. لا يا حق. ايه يا ام حسن انت ماسكاني ليه؟ طيب انا عارفه ان هي السيارة. تيمور لك ابوي. تعالى يا ابوي وحشتني. انت اللي وحشتني يا حبيبي. ما تخافش يا تيمور. انت ما عملتش حاجة. انت بريء. انت كان قصدك شريف. بس بقى قابلني بقى لو حد صدق. ان شاء الله هيصدقوه. ولا فودة. انا جاهز. امسك الصورة دي بتاعت الفيديو السجانة. قول لابوك عايزه الشهر بالظبط. ها بكرة الصبح هتكون عندك. وانت يا عم تروح البرنامج تقول لهم الخالة نوسة هتطلع بكرة على الهوا. خالة نوسة هتطلع على الهوا بكرة. حصل. ابويا. نعم. اخر حاجة من النبي. عايز الفرح يبقى في ميعاده. واعمل لي كل الترتيبات. كل حاجة مترتبة والفرح جاهز يا ابني. بس انت كده هتروح في داهية. ادعي لي انت بابا. ربنا معاك يا ابني. ما هي حكاية الخالة نوسة؟ وما هو سر الروشتة الخفية؟ خروج عفريت 100 جنيه، دخول عفريت 200 جنيه، وصلني ايميل بيأكد ان الخالة نوسة ستظهر معنا على الهواء برغم انها موجودة في السجن. أيوة. تمام يا فندم. الخالة نوسة خرجت؟ لا يا فندم موجود عندي في السجن. اوعى تروح كده ولا كده. لا لا سعادتك اطمن يا فندم. قالوا عينيكوا عليه. حاضر يا فندم. تمام. اتفضل سعادتك يا فندم. انا لا يا فندم. لا دوار. حاضر يا فندم. يا رجل احنا كبرنا على الكلام ده كتير. خالتي نوسة. خالتي نوسة اصحي. في ايه؟ ده انا بضحك مع المرحوم. اصحي خالتي. مأمور واقف على الباب وعايزك. مأمور انت عملت ايه بس؟ والنبي ما عملت حاجة يا نوقة.
بقول لك ايه يا بنت، انت كلتي عندي كفتة رز حلوة. ان شاء الله يخليكي. كفتة ايه؟ يلا بسرعة. طب يلا يلا بسرعة. طبعا اكوني مخبرة علي. لو النبي يا خالتي. اه والنبي ده هو. حطوها في حبس انفرادي لما نشوف اخرتها مع الداهيتي. انفرادي؟ انا؟ يبقى تعلموني يا نقة. عملتي ايه؟ النبي ما عملتي حاجة. هيعدموك يا نوسة. هيعدموك.